السلام عليكم اختي، مرحبا بكم في الدرس الجديد على القناه ديالكم استفهام عام. وكتتم الدوره ديالنا على ريد بابل. اليوم ان شاء الله غنهضروا على طريقه وضع عنوان ووصف احترافي للتصميم ديالنا بادوات مجانيه وبطريقه سهله اللي ان شاء الله غنجيبوا بها اكبر عدد من المبيعات. اذا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. فبزاف ديال الاصدقاء كنشوفهم كيخدموا على الكيورد يعني الكلمات المفتاحيه وكينساو الوصف والعنوان. وباش نكونوا واضحين الاخوان، قبل ما تحط التصميم ديالك واخا يكون زوين مصروع يعني كل شيء فيه هو هذاك، الا ما خدمتيش على العنوان وعلى الوصف والكلمات المفتاحيه ديالك فراك غتكون غير عدبتي راسك وعمرت التصميم ديالك يبان الناس. وهذا هو ابرز السبب اللي كيخلي التصاميم ما كتبعش، حيت المنافسه ولات قويه وكذلك الخوارزميات ديال جوجل والمواقع اللي كنرفعوا عليها التصاميم ديالنا ولات متطوره بزاف. وبالتالي الا ما خدمتيش على هذا الشيء بطريقه احترافيه فعرف باللي التصاميم ديالك غادي يبقاو في بلاصتهم وما يطلعوش للناس. اذا باش ما نطولش عليكم، اليوم غنوريكم كيفاش تقادوا عنوان ووصف احترافي بادوات مجانيه وطريقه سهله جدا. وكمقدمه كيف كتشوفوا قدامكم العنوان والوصف وكذلك الكلمات المفتاحيه ضروري تكون فيها بحال هاد العبارات اللي كلشي كيقلب عليها، فاني، كلاسيك، كيوت، فينتيج. هاد الكلمات كاينين منهم بزاف ولكن انا هضرت على هادو لانه ما بغيتش غادي نشرح لكم الفيديو. فمثلا المشتري جا للسيت ديال ريد بابل وبغى يقلب على شي تيشيرت فيه شي قطط مضحكه، فاول حاجه غادي يقدر يكتبها هو فاني كات تيشيرت. فمباشره اللي كنا حاطين هاد الجمله ديالنا في الوصف او الكيورد ديال التصميم ديالنا فكونوا على يقين غطلعوا من الاوائل في البحث، خصوصا الا كانت المنافسه قليله. وبالتالي دائما كنحاولوا نركزوا على بعض الكلمات بحال هكا ونحطوهم في الوصف ديالنا وفي الكيورد وفي العنوان. ثم غندوزوا لهنا وغادي نوريكم العنوان كيفاش كتحط. مثلا فهنا كتشوفوا مثلا الصفه ومن بعد النيتش الرئيسي ومن بعد النيتش الفرعي وكذلك المنتوج. فمثلا العنوان ديالنا هو كيوت فالنتينز داي كات، يعني قطط لطيفه الفالنتينز داي. فهكا تتحطوا العناوين. ولكن بالنسبه للمنتوج يعني التيشيرت في الاخر ما كنديروش، لان في ريد بابل كيكون عندنا بزاف ديال المنتوجات وهما اوتوماتيكمون كتحط انت عنوان، فهما كيحطوا في المقابل ديالو في اخر العنوان نوعيه نتاع المنتوج، اما ستيكرز ولا تيشيرت ولا اي حاجه اخرى. وهنا غنعطيكم بعض الامثله. فمثلا انا جيت دابا لريد بابل غنجي هنا نوت يور حبيبي، هذه هي الكلمه اللي دايره البوز دابا في ريد بابل، يمكن لكم تخدموا عليها ولكن تشيكوها هو الاول واش عليها كوبيرات ولا تريد مارك باش ما تلقاو حتى شي مشكل. اذا غنجيو هنا باش نعطيكم بعض الامثله حيه. غنفتحوا المنتوج الاول والمنتوج الثاني والثالث والرابع كذلك في صفحات جديده. اذا هنا كيف كتشوفوا بالنسبه للمنتوج الاول نوت يور هابيتي، هذه ستيكرز كيف قلت لكم، ففي الاخر ديال المنتوج كتعرفوا واش ستيكرز واش تيشيرت ولا اي حاجه اخرى. فهنا كيف كتلاحظوا، ولكن اللي مهم عندي هنا هو لاحظوا معايا هنا بالنسبه للستيكرز فهو خلاها هي هذيك، يعني عنوان ما زاد عليه حتى شي حاجه، نوت يور حبيبتي. حتى هذه تقدروا تخدموا عليها وهذه هي الطريقه اللي كيخدموا عليها اغلبيه ديال الناس في ريد بابل. مباشره فاش كيلقى هذاك الكيورد عليه ترند كيف كتشوفوا هنا قدامكم فكيخدموا عليه مباشره ما كيزيدوا عليه والو. ولكن كاينين شي ناس اخرين حتى هما متميزين كيقدروا يخليو المنتوج بحال هكا ويقدروا يديروا واحد الفارياسيون اخرى ديال هذا المنتوج وكيزيدوا عليه شكل ما اخرى باش تيولي عنده احتمال كبير انه يطلع هنا وهنا. فلاحظوا معايا اخوتي هذا هو العنوان، ولكن هذا الصديق هذا اجدر فينتيج ارابيك سكريبت فاني كيوت، يعني هذا اجدر شد هذه الكلمه هذه وعطى بحال قلتي الحاجه اللي غيقلبوا عليها الناس. فكيف كتلاحظوا معي هذه عباره عن مقوله كيقولها مثلا العرب وهي حاجه اللي مضحكه، يعني اي واحد حط شي كلمه من هذه الكلمات وحط موراها نوت يور حبيبي فاوتوماتيكمون غادي يطلع ليه التيشيرت ديالو هو الاول. غنزلو هنايا ونشوفو الوصف اللي داير الصديق ديالنا، كذلك الوصف معاود العنوان كيف ما هو. وبالتالي هنا كذلك ندير واحد الاضافه لانه اغلبيه ديال الاصدقاء كذلك كنشوفهم باللي كيخليو الوصف خاوي ما كيديروا فيه حتى شي حاجه، فقط يعاودوا العنوان ديالهم. وبالتالي هذه الطريقه
الا كنتي زربان تقدر ديرها، ولكن الا بغيتي شي مردوديه ومبيعات اكبر فعليك خويا تخدم على الديسكريبسيون تاعي وتحط فيها بعض الكلمات اللي يقدروا يبحثوا عليهم الناس فاش يبغيو يقلبوا على هذاك التيشيرت او لا ستيكرز او لا داك التصميم اللي حطيتي انت. وباش ما خدمتي على السيو باش ما كان عندك احتمال كبير ان التيشيرت ديالك يطلع ويتباع. انا غنوريكم كيفاش تقدوا هاد الديسكريبسيون بطريقه سهله وطريقه احترافيه عن طريق الذكاء الاصطناعي. فغنوريكم واحد السيت اللي هو هذا، فمباشره ملي غتدخلوا اللين اللي غنخلي لكم في وصف هذا الفيديو حاولوا ديروا انسكريبسيون، راه الموقع ما كيطلب لا فلوس لا والو، يعني اون فوا غدير انسكريبسيون غادي دير جيميل ديالك وغادي يطلع لك الكونت ديالك فري بلا حتى شي رسوم. هنا فاش غادي تنزل لتحت هنايا غادي تلقى product description، اون فوا كتدخل لهنا كتلقى لتحت هنا product كتلقاوها معاوده هنايا كتدخلوا ليها مباشره كيطلعوا لكم هذه الخانه الاولى والخانه الثانيه. فلاحظوا معي اخواني، انا بالنسبه للحاجه اللي بغيت نبيع مثلا انا هذاك التصميم خاص بالتيشيرت كندير مثلا تيشيرت هنايا وكنزل هنا. الحاجه اللي نقدر ندير هو العنوان ديال التصميم ديالي، هنا كنديروا مثلا تيشيرت وندير قدامها نوت يور حبيبي وكنديروا كرييت. اذا هذا هو الوصف ديالنا، تيشيرت نوت يور حبيبي از ذا بيرفكت جيفت فور سامون هو لوفز ذيس تيشيرت. اذا المعنى ديال هذا الوصف ديالنا هو ان التيشيرت كتعتبر هديه مثاليه لجميع الناس اللي كيحبوا لي تيشيرت، وبالتالي فهو عطانا واحد الوصف اللي هو زوين وصغير ويقدر يعاوننا باش نترانكاو. وحتى الناس ملي كيدخلوا للتيشيرت ديالك وكيلقاو بحال هذا الوصف هذا كيعرفوا باللي اللي قاد التيشيرت فراح احترافي وكيزعموا ياخذوا من عندك هذا التيشيرت اولا هذا البروداكت اللي بغيتي تبيع. فمثلا الناس اللي خاصين بالستيكرز يمكن هنا يبدلوا تيشيرت ويديروا بلاصه ستيكرز، واللي يقدروا يديروا بروداكت يكون اون جينيرال، يعني يعطينا وصف لاي منتوج حطيناه في هذه الجمله نتاع يور حبيبي. اذا خوتي باش ما نطولش الفيديو، هذه هي الطريقه باش نقدو العنوان ديالنا وكذلك باش نقدو الوصف الاحترافي ديالنا باش نقدروا نحققوا العديد من المبيعات في ريد بابل وفي بعض المواقع الاخرى الخاصه بالبي او دي. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت خويا اختي هذه اول زياره للقناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.